مشاهدينا نصب عليكم من جديد، ووصلنا للفقرة الثالثة من هذا الصباح، ورح نتحدث عن الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة. وهذه الجمعية أصدرت مبادرة اسمها نداء وطن. اليوم رح نتعرف بداية عن الجمعية، ناخذ فكرة عن مهام هذه الجمعية وشو بتقوم فيها هذه الجمعية، وأيضا ما هي هذه المبادرة اللي من اسمها نداء وطن أكيد بتخص الوطن الحبيب مملكة الأردن الهاشمية. كل هذه التفاصيل رح نعرفها من خلال ضيوفنا الكرام لهذا الصباح. معنا المحامي الأستاذ خالد الشبلي، وهو أمين السر في الجمعية، وأيضا معنا الأستاذة ريم المصري، وهي رئيس جمعية سما العدالة لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وهي أيضا عضو في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة. صباح الخير ضيوفنا الكرام. صباح الخير. الله يخليك. صباحكم سعيد. أهلا وسهلا فيكم أستاذ خالد. بداية بنلقي الضوء على الجمعية، يمكن مش كثير ناس تعرف عن الجمعية وأهدافها، وإمتى تأسست هالجمعية اللي أنا بعرف أنها بتضم نخب؟ نعم ستي، بداية يسعد صباحك وصباح أختنا العزيزة. صباحك سعيد. وصباح أسرة برنامج يوم جديد المقدر والمحترم إخراجا وإعدادا وتقديما، ومن خلالكم صباح الخير لكافة نشامة ونشميات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ولكافة أبناء شعبنا على امتداد مساحة الوطن، وإلى قائدنا المفدى. حقيقة الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة هي جمعية أسست من لدن مجموعة من أبناء هذا الوطن الغيورين على سمعته وعلى أمنه وعلى استقراره قبل ما يقارب 16 عاما. والجمعية أسست آنذاك انسجاما مع المستجدات اللي بتعيشها الدولة الأردنية التقدمية العصرية، وضمت نخبة من أبناء هذا الوطن العزيز على رأسهم معالي المهندس سمير الحباشنا رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، اللي من خلال برنامجكم بنوجه له تحية ونشكره على كل الجهود اللي بيقدمها إلى الجمعية وإلى كافة المبادرات الموثقة عنها. الجمعية الهدف الرئيسي لها هو توعوي وثقافي وسياسي اجتماعي بحت، وكافة وتعنى بكافة الملفات والقضايا الوطنية، وبنفس المسافة تنطلق إلى الملفات العروبية والقومية. والجمعية منذ أن أسست إلى الآن استطاعت أن تصل إلى كافة أبناء شعبنا على امتداد مساحة الوطن. هذه الجمعية ما يميزها وما يميز المنتمين لها والأعضاءها وأعضاءها بأنهم يسمون أنفسهم بأنهم مجموعة تفكير إيجابي، وليسوا تنظيريين، وليسوا جالسين في مكاتبهم في عمان. نحن نأتمر بأمر وبتوجيهات صاحب الجلالة، بتوجيهاته المتعاقبة إلى كافة المسؤولين بالدولة الأردنية والحكومات المتعاقبة، بأن يطالب كافة المسؤولين بأن يكونوا ميدانيين أكثر ما أن يكونوا في مكاتبهم. وبالتالي جميع أعضاء الجمعية ليسوا من المسؤولين بالدولة، ولكنهم تبنوا وآثروا على أنفسهم أن يكونوا إلى جانب مواطننا، وأن يلتقوا مع الفكر، وأن يعنوا بكافة الملفات الوطنية الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ملفات تهم المواطن الأردني، ملف الفقر، ملف البطالة، كافة الملفات تفتح تناقش. الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ذات منبر حر وذات منبر وطني وعروبي وقومي، ولا تنحاز إلا للوطن، ولا تنحاز إلا للعروبة، ولا تنحاز إلا لأمتنا. ولدى الجمعية ثوابت وأهداف لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بتجاوزها. أو أولا نحن ننحاز للأردن أرضا وقيادة وشعبا. ثانيا الشرعية، النظام السياسي الهاشمي الأردني خط أحمر. وثالثا الدستور الأردني. نعم، رح نعرف يمكن أستاذ خالد أكثر عن هذا الموضوع، بس ننتقل لأستاذ ريم. يعني يمكن تحدث أستاذ خالد عن الإيجابية، ودائما بقولوا يعني أن تشعل شمعة هو أفضل من أن تلعن الظلام، وأيضا النزول إلى الميدان يمكن هو أفضل شيء، ما يكون الواحد ببرج عاجي ما يعرف شو عم بيصير مع المواطن. من خلال عضويتك في هذه الجمعية، شو الأمور اللي بتبحثها الجمعية؟ شو القضايا اللي ممكن تبنتها الجمعية وقدرت فعلا أنها تساهم فيها؟ أول شيء بدي أقول لكم صباح الخير، صباح النور، وصباح المشاهدين الكرام.
وبالنسبة لمبادرة نداء وطن، إحنا كجمعية سما العدالة لحقوق الإنسان والتنمية السياسية، بس من باب التصحيح مش التنمية الاجتماعية، السياسية. حبينا أنه نكون من الناس اللي نتبنى مشروع مبادرة نداء وطن اللي خرجت من رحم الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة. طبعا أنا بتشكر رئيسها معالي المهندس سمير الحباشنة بالإضافة إلى الأعضاء والكوادر الموجودين بالجمعية وبصبح عليهم. طبعا وأنا تشرفت من أيام قليلة أنه أنا أكون تحت مظلة الجمعية، جمعية الأردنية للعلوم والثقافة. نداء وطن عنوان كبير بيحمل بطياته عناوين مهمة، أبرزها مثل ما تفضل زميل الأستاذ خالد، أول شيء فيها التفكير الإيجابي لرؤية وطنية وكلها مستمدة من رؤى جلالة سيدنا الله يحفظه، التقدم، المساواة، الحرية، تكافؤ الفرص. بالمقابل احنا بنحارب الجانب المظلم اللي هو التشدد، التطرف، الظلم والفساد. طبعا مبادرة وطن فيها نقاط وعناوين مهمة وأهمها أمن واستقرار وطننا الحبيب، هذا واحد. اثنين، فتح باب الحوار ما بين شبابنا، الشباب في بكل الفئات سواء بالجامعات، بالمدارس، بالمؤسسات. نداء وطن بخاطب كل شرائح المجتمع الأردني سواء من نقابات، مشاركة النقابات، مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالإضافة، والنقابات المهنية كمان. طبعا هي بتوحد صفوفنا بالشكل اللي توحد صفوف جميع الأردنيين في الحالات اللي بتكون حالات استثنائية وطارئة حسب ما بيحيط حوالينا في الوطن العربي من ظروف وظروف استثنائية. صح. نعم، يعني لما بنقول مبادرة نداء وطن وهي بتستهدف مثل ما قالت الأستاذة ريم شباب الوطن وتستهدف منظمات المجتمع المدني ومعظم شرائح المجتمع، هالمبادرة اللي احنا كلنا نعمل مع بعض يد واحدة في المجتمع الأردني من أجل رفعة الوطن، من أجل أيضا أنه دائما نضل ملتفين حول القيادة الهاشمية مثل ما احنا دائما، شو من خلال نداء وطن النشاطات اللي رح تقوموا فيها بالجمعية؟ ستي إذا أمرتي، وعطفا على اللي تحدثت فيه زميلتي الأستاذة ريم، ما يجري في المنطقة وما يجري في الإقليم وما كان له من ارتدادات وآثار سلبية على كافة أبناء الشعب العربي من تهجير ومن شتات ومن لجوء ومن كافة العناوين المأساوية التي يمكن لنا أن نتحدث عنها مطولا، انبثقت هذه المبادرة لتكون غاية ورغبة من كافة أعضاء الجمعية وكل من يسعى للحفاظ على أمن هذا البلد وعلى سلامته وعلى استقراره، لنكون كتفا إلى كتف بجانب أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة الباسلة اللي بنوجه لها كل التحية وكل الاحترام والتقدير، الحدود الأردنية ثقتنا عالية بقواتنا المسلحة الأردنية للحفاظ عليها. علينا واجب مقدس داخل الدولة، كل من يتابع ويلاحظ بأنه قد دخل إلى الأردن أكثر من 3 مليون ضيف وأخ وصديق ولاجئ، بالتالي قد لا نمتلك بالمطلق قاعدة بيانات لكل هؤلاء بما يفكرون. الإسلام السمح المعتدل تم اختطافه في الفترة الأخيرة من كافة المجموعات الإرهابية المتطرفة التي تبنت الدفاع عن عناوين الإسلام التي لا يمتون لها والإسلام بصلة. من هنا جاء دور هذه المجموعة التي قررت أن يكون هنالك هذا النداء. النداء هو كيف لنا جميعا بكافة تلاوين الطيف الأردني الثقافي والسياسي والنقابي والاجتماعي وNGOs وكل ما يخطر على البال أن نتوحد لأن نحفظ لهذا الوطن أمنه وسلامته واستقراره، وأن نجنب كافة الأيديولوجيات الشخصية وكافة الملفات الشخصية، ومن ثم ننطلق إلى أمن وطننا والحفاظ عليه، والتفاصيل الأخرى نتحدث عنها لاحقا. نعم. بالمناسبة مبادرة نداء وطن والجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تضم في عضويتها زي ما حكيت سابقا كافة ألوان الطيف. تتفاجئي بتلاقي اللواء المتقاعد من المخابرات العامة،
واللواء المتقاعد أو العميل المتقاعد من الأمن العام والبعثي السابق والشيوعي السابق والإسلامي المعتدل والمسيحي الإيجابي المحترم المقدر يلتقوا جميعا تحت مظلة الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ويتبنوا الفكر الإيجابي المثمر البناء داخل حلم الجمعية. هذا بيرسخ طبعا أن الأردن دائما يد واحدة وإحنا رسخنا مفهوم العيش ومفهوم المواطنة. بالمناسبة موضوع العيش كان للجمعية الأردنية للعلوم والثقافة فعالية سابقة سميت بالعيش المشترك، وكان هدفها الرئيسي ليس أن نوصل لإخواننا وأبنائنا داخل الدولة الأردنية العلاقة الطيبة الإيجابية بين المسلمين والمسيحيين داخل الدولة، لا، كنا نريد أن نرسل وأن نبرق للعالم ولكافة أشقائنا العرب برقية ورسالة أن تمثلوا الحالة الأردنية في العيش النموذجي الإيجابي المشترك على الساحة الأردنية. زائد مبادرة نداء وطن عندما تحركت وانطلقت إلى كافة مناطق وبوادي ومخيمات وقرى المملكة الأردنية الهاشمية التقت على الأرض مع الناس. المواطن الأردني وللأمانة أقول عبر شاشتكم المحترمة بأنه يمتاز بوعي غير محدود، الحمد لله. والمواطن الأردني يستطيع أن يتحمل كل شيء عندما يتم الحديث عن عنوان واحد وهو عنوان الوطن. ننحي كافة خلافاتنا طبعاً. لكن مع الأسف الشديد لاحظنا عندما ذهبنا إلى الأغوار وإنا ذهبنا إلى الكرك وإلى غور الصاء وإلى الأزرق وكافة أسطاع المملكة الأردنية الهاشمية لاحظنا بأن هنالك غياب ثقة، وأقولها للأمانة، بين المسؤول في الدولة الأردنية وما بين المواطن. لذلك سيدنا دائما كان يركز على الخروج المكاتب والنزول إلى الميدان. نعم، كافة مسؤولية الدولة بأن ينطلقوا إلى المحافظات وإلى الأقضية وإلى الألوية وإلى المخيمات. المواطن الأردني حاجاته بسيطة، يستطيع أي مسؤول عنده من الجرأة ما يكفي وعنده من المسؤولية والحس القومي أن يتحمل مسؤوليته. نعم، تجاه حتى ترجع هاي الثقة ما بين المسؤول والمواطن. ملف الفقر ملف مهم، وملف البطالة ملف مهم. اختطاف عقول الشباب في هذه الفترة من الممكن أن نؤشر عليه بالخط الأحمر. هو أستاذ خالد، يمكن هذا اللي بدي أسأله لأستاذ ريم، يعني آلية عملكم، يعني ملفات مهمة وأمور مهمة، زي ما قبل شوي يمكن حكينا العيش، احنا دائما بنقول حتى احترام الرأي والرأي الآخر، يعني حتى بين الدين الواحد وبين الطائفة الواحدة ممكن انه يصير في اختلاف في وجهات النظر، فاحنا بدنا احترام الآخر واحترام فكره واختلافه بشكل عام. اذا بنتحدث عن آلية عملكم لحل مثل هاي الملفات اللي هي تعتبر ملفات شائكة وملفات مهمة ممكن انه يبنى عليها الوطن اذا انحلت، مفهوم نداء وطن هو مثل ما تفضلتي حضرتك هو بوحد جميع الأردنيين. والملفات بالنسبة لآلية العمل على برنامج نداء وطن، طبعا الجمعية الأردنية كما تحدث زميلي دخلوا في معظم الأقاليم الموجودة في المحافظات في المملكة. طبعا نداء وطن ما بتقدر بس الجمعية الأردنية لحالها تحملها وتنزل على الميدان، لازم تكون في عنا جهود مكثفة طبعا. وإحنا كجمعية سما العدالة اهتمينا في هذا الموضوع، ومن فترة إحنا عملنا برنامج آلية عمل كيف بدنا ننطلق، كيف بدنا نحمل هذه الرسالة، كيف بدنا نوصل فيها لجميع شرائح المجتمع حتى نوصل المفهوم والنقاط الأساسية والرئيسية اللي بتوحدنا على نسق واحد، وحتى كمان نطرح هذه الملفات سواء ملفات جميع أنواع الملفات. طبعا كل ملف رح يكون فيه له عناية، فيه له توجه، وبالنتيجة فيه له توصيات. كل هذه اللقاءات اللي رح إحنا ننزل فيها على الميدان بالنتيجة إلها مخرجات، وهذه المخرجات رح نشتغل عليها طبعا من أجل التحسين والتطور. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق. لكن بالنهاية بس في اتصال هاتفي من سعادة النائب عبد الثوابية، كان بيسأل هل للجمعية فروع خارج العاصمة عمان وكيف ممكن ينتسبوا للجمعية. أولا سعادة الأخ العزيز عبد بيك له كل احترام وكل نصبح عليه، يعني هي ونشكره ونشكر متابعته على الصباح. هو من النواب المحترمين المقدرين والنشطاء على الساحة الأردنية، وأبواب الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ومبادرة نداء وطن مفتوحة لكافة أبناء الشعب الأردني. للجمعية مقر واحد في عمان، ومبادرة نداء وطن بعون الله سيكون لها بالتعاون مع كافة أبناء المحافظات مواقع في المحافظات. ونرحب
لأن هذا العمل وهذا العنوان سامي ويتعلق بأمن الأردن وسلامته واستقراره، وبالتالي نعم. جميع الأردنيين معنيين بأن يكونوا ضمن مبادرة نداء وطن. كلنا معكم. وإذا أمرتي عطفا التي تحدثت فيه زميلتي قبل شوي، نحن لسنا مسؤولين، نحن نلتقي ونفتح كافة الملفات نناقشها نبحثها نشكل لجان لغايات تدوين كافة التوصيات، نرسل للديوان الملكي، نرسل للحكومة، نرسل لكافة الجهات المعنية، نتمنى نعم. عليهم أن تعاون إن شاء الله. أن يكونوا متعاونين مع كافة أبناء شعبنا. كل الشكر للأستاذ المحامي خالد الشبلي العبادي عضو الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، وكل الشكر للأستاذة المحامية ريم المصري عضو الجمعية ورئيسة جمعية سماء العدالة. شكرا لك. الله يعافيكم. الله يعافيكم. بالتوفيق دائما أعزائي. رح نروح وإياكم إلى تقرير عدوا لنا الزميل محمد الحربي عن مركز تنمية المرأة. خلينا نشوفه مع بعض.